بعد أكثر من 40 عاما من الإعلام الشمولي في ليبيا، شكلت ثورة فبراير بداية حلم لتغيير شكل الإعلام إلى الأفضل. لكن سرعان ما تحول هذا الحلم إلى كابوس مرعب. ارتفعت نسبة التحريض وخطاب الكراهية عبر وسائل الإعلام بشكل ملفت، وتحول بعضها إلى منصات لمهاجمة الخصوم والتحريض على قتلهم. ووصل الأمر إلى تقمص بعض الصحفيين دور المحقق مع المعتقلين. المركز الليبي لحرية الصحافة حذر من خطورة تفشي ظاهرة التحريض، مؤكداً أن الصحفيين الذين يشاركون في مثل هذه الأعمال سيتعرضون للمحاسبة القانونية. فهل سيحاسب يوماً ما كل من ساهم في تحول هذا الحلم إلى كابوس مرعب؟